الأغذية البحرية صارت محل قلق في اليابان. اختبارات أجريت على المياه بالقرب من المفاعل المتضرر أثبتت أن نسبة اليود المشع فيها أكثر بسبعة ملايين ونصف المليون مرة من المعدل الطبيعي. الشركة التي تدير المفاعل أكدت أن هذه المعدلات رغم ارتفاعها لا تشكل خطراً على الأحياء البحرية، لكن الحكومة تحركت لطمأنة المستهلكين. سنعمم استخدام الحد الأقصى المسموح به للإشعاع في الخضروات على الأسماك أيضاً. تطبيق معدلات السلامة على الأسماك جاء بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليابانية أن أسماكاً في منتصف المسافة بين المفاعل وبين طوكيو أظهرت مستوى إشعاع أعلى من الحد القانوني.